السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تقدم الكلام على صدر هذه الآية، وأنه سبحانه وتعالى أسكن آدم وزوجه الجنة، وهذه الجنة على الصحيح بل محل إجماع من أهل العلم أنها جنة الخلد، أنها جنة الخلد. هناك قول ضعيف أنها جنة من جنان الدنيا وليست جنة الخلد، لكن هذا خلاف ظاهر الآية. وفي قوله الجنة، اللام هنا يعني الجنة المعهودة، ولما ثبت الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في محاجة موسى لآدم عليهما الصلاة والسلام، وفيه وأسكنك جنتك. وكذلك في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أيضا ذكر أنه أسكنه الجنة. فقال سبحانه: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقوله اسكن كما تقدم أن السكن في قوله سبحانه وتعالى اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وأن السكنى من السكن، وأن مادة السكنى كلها تدل على هذا المعنى من السكنى والسكن والسكينة. أنت وزوجك الجنة، تقدم أن قوله وزوجك معطوف على الضمير في قوله أسكن، وأنه حسن العطف على الضمير المستتر لأنه فصل بالضمير المنفصل. وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، وكلا منها رغدا، هذا الفعل مبني على حذف النون والألف فاعل. وكلا منها يعني من أي مكان فيها، في أي وقت أردتما، من أي شجرة، من أي ثمرة. ولهذا قال حيث شئتما وكلا منها رغدا. قوله رغدا، الرغد في الأصل هو العيش الواسع الهني الذي لا نكد فيه، رغدا. ومعنى رغدا قيل، وقوله رغدا قيل إنه منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف فيكون مفعولا مطلقا، لأن وكلوا منها رغدا أي أكلا رغدا، فيكون صفة لمصدر محذوف أكل، كلا أكلا رغدا. وقيل رغدا حال أي راغدين، وكلا منها رغدا أي أكلا يكون فيه الرغد وهو الهني وهو الواسع الذي تحصل فيه اللذة ولا يعقبه أي ضرر. ولهذا قال رغدا وكلا منها رغدا، كما قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا المعنى في هذه الكلمة، ومن حروفها كما نص عليها اللغة أنه مع سعته فهو هنيء ملتذ. وليقال حيث شئتما، حيث هذا ظرف مكان، والظروف هذه تكون مكانية
مثل حيث، وتكون زمانية ومثل أن ومتى، وتكون زمانية ومكانية مثل قبل وبعد، فهذه يصلح أن تكون ظرف مكان وأن تكون ظرف زمان. والظروف منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني، وهذا الظرف حيث مبني دائما يبنى على الضم عند جمهور العرب، ولهذا قال خل لوجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فليس في القرآن إلا مبنيا على الضم، وبعض العرب يبنيه على الكسر وبعض العرب يبنيه على الفتح، يقول بعضهم يقول حيث دائما في جميع الحواس سواء كان مرفوع أو منصوب أو مجرور، وبعضهم يبنيه على الفتح سواء كان مرفوع أو منصوب أو مجرور، لكن لغة الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي لغة أهل الحجاز أنه مبني على الضم، ظرف مكان مبني، ظرف مكان مبني على الضم. وكلا منها رغدا حيث شئتما، وحيث وإذ وإذا، هذه الظروف الثلاثة يكون بعدها جملة، وتكون هذه الجملة مضافة إليها فهي في محل جر، فهي في محل حيث شئتما وكلوا، فالجملة الفعلية شئتما من الفعل والفاعل شئتما، هذا الفعل وتاء فاعل ضمير مبني على الضم حرف فاعل في محل جر بإضافته إلى حيث، حيث شئتما يعني في أي حال. وعلى هذا حين قال وكلوا منها وكل منها حيث شئتما يشمل جميع أحوالهما، لأنه إذا كان يأكل من أي شجرة منها فيكون على أي حال وعلى في أي زمان، فالله سبحانه وتعالى أباح لهما وأمرهما بالأكل من هذه الجنة ولم ينههما إلا عن شجرة واحدة، ولقال رغدا حيث شئتما، ثم قال ولا تقربا، هذا امتحان وابتلاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى أباح لهما ما في الجنة من جميع الأشجار والثمار كل ما فيها من الخيرات والنعم أنهم يأكلون حيث شاءوا وأن شاءوا في أي وقت وفي أي مكان من الجنة ومن أي شجرة من الجنة ومن أي ثمرة من الجنة حيث شئتما، لكن قال ولا تقربا، هذه إشارة إلى هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة، هذا النهي فيه تحذير لهما عليهما الصلاة والسلام، قال لا تقربا، ولهذا قول لا تقربا أبلغ من النهي المجرد، كأن يقول أي سبب وأي طريق يكون سببا في الأكل منها فلا تقربوه، كقوله سبحانه ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، فلم ينهى عن مجرد الزنا، لا قربان الزنا، لأن قربان الزنا سبب قريب للزنا، ولا تقربوا الزنا، إياك أن تنظر نظرة محرمة، إياك أن تخلو خلوة محرمة، إياك ثم إياك، لأن هذا من أعظم أسباب الوقوع في الزنا، ولقال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كذلك كل هذه الفواحش، فالله سبحانه وتعالى سد الباب في هذه الفواحش وهذه المنكرات، لأنه في الحقيقة من أعظم مصالح العبد، ليس منعا له من لذة يلتذ بها، لا، لأجل أن تطيب لذته، حتى تطيب لذته ويطيب طعامه ويطيب وتطيب حياته، إياك أن تقع فيما حرم الله.
لأنك قبل ذلك لست بظالم، والظلم هو النقص، الظلم ظلم العبد نفسه نقص وبخس لحقه الذي يجب عليه حفظه فيما أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. فالنهي عن هذه المحرمات لأجل أن تطيب الطيبات، فأحل الله الطيبات وحرم الخبائث لأجل أن تطيب الطيبات. ولا تطيب الطيبات ولا تطيب المطاعم الطيبة ولا الملابس الطيبة، كل الأمور التي أباح الله لا يمكن أن تطيب بمقارفة المحرم، بل في الحقيقة وإن كان يزعم أنه يحصل لذة فهو ينقص لذة أعظم وأعظم. إذ اللذة الحقيقية لذة القلب وأنس القلب بالله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولهذا قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذه ولا تقربا هذه الشجرة، هذا فعل المضارع مجزوم بحذف النون والألف فاعل لأنه من الأفعال الخمسة، فتكون معطوف على لا تقربا، وهذه الفاء واقعة في جواب الطلب وتسمى فاء السببية، فاء السببية. وهل تنصب بنفسها أو تنصب بعد أن؟ جمهور البصريين وجمهور النحاة يقولون إنها لا تنصب بنفسها، إنما تنصب بعد إن مضمرة، ولا تقرب هذه الشيء بعد أن مضمرة وجوبا مجوبا. ومن أهل العلم من الكوفة يقول إن الناصب هو الفاء نفسها لأنه هو الظاهر وهو الموجود. ولا تقرب هذه الشجرة، الشجرة بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة، من اسم الإشارة. ولا تقرب هذه الشجرة، هذه الشجرة معينة يعرفانها، فالله سبحانه وتعالى باح لهما كل ما في الجنة وأحله لهما، لكن هذه الشجرة لا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تقدم أن تكونا هذه عطف على تقرب بفاء السببية بحذف النون والألف فاعل، فتكونا من الظالمين. الظلم هذا معنى النقص والبخس، وكل المعاصي ظلم. قال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. تُلف في السوء، هل هو السوء هنا الاعتداء والأذية لخلق الله وظلم النفس، هو ظلمه لنفسه بالمعاصي، لكن الظلم يكون ببخسها لحقها. وهذا في الحقيقة من عظيم ما يكون عبرة للمسلم. العاصي ظالم، العاصي ظالم لنفسه، هو في الحقيقة يرى أنه حين يعمل المعصية يجد فيها راحة، لكنها راحة متوهمة، راحة بتلبيس الشيطان، كما لبس الشيطان على الأبوين عليهما الصلاة والسلام، فكذلك قد توسوس له نفسه ويزين له عمله. أفمن زين له عمله فرآه حسن، أفمن زين له سوء، نعم لما قال فرآه حسنا فيراه حسنا، ولهذا قال فتكونا من الظالمين. هو في الحقيقة ظالم لنفسه، كيف يقبل العبد أن يظلم نفسه؟ وهذا يبين أنه لو تفكر وتأمل ونظر قبل إقدامه على المعصية لرجع ولم يظلم نفسه. ولهذا قال سبحانه ولا تقربا هذه الشجرة، لأنه حين يقرب منها
يأتي التشويل ويأتي التزيين والوسوسة، ويقلب عليه الشيطان هذه الأمور فيحسنها له، وربما يمنيه بالمغفرة وأنك تتوب، وإذا تبت تكون خيرا من حالك قبل التوبة. الشيطان خبيث، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس البدل، هذا البدل، وهم لكم عدو، عدو، أنت في عدوة وهو في عدوة، مثل عدوتا الوادي أي جانباه، العدو لا يريد لك الخير، جانبه وابتعد عنه. إن الشيطان لكم عدو، ثم قال فاتخذوه، استحضر هذه العداوة في كل الأحوال. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة الأخرى لعل حميم السجدة، إنه سميع عليم، إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. في الأعراف سميع عليم، وقال إنه في الآية الأخرى إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سلاحك معك، لا يحتاج أن تحمل معك سيفا ولا سلاحا، لا يحتاج أن تذهب حتى تشتري سلاحا، لا، سلاحك معك وأنت في طريقك وأنت في فراشك وأنت في صلاتك، أين كنت سلاحك معك، سلاح يسير سهل، سلاح له برد وطمأنينة على القلب. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تلجأ إليه سبحانه وتعالى. ثبت في صحيح البخاري عن سليمان بن سرد رضي الله عنه الخزاعي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إما قال تنازع رجلان أو غضب رجل حتى محك، يعني اشتد غضبه وانتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقيل له قل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أترى بي جنونا. هذا الرجل اختلف فيه، قيل لعله من المنافقين، وقيل لا يلزم أن يكون من المنافقين، يمكن أن يكون اشتد عليه الغضب، الشيطان حين يشتد غضب الشيطان قد يؤول إلى مثل هذه الحال، قد يؤول إلى مثل، فلا يستحضر، قد يقع هذا، فالله أعلم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان تقدم أنه من شطنا، وهو البعد، وأنه بعيد عن الخير، بعيد عن الخير، شطنا أي بعد. الشيطان إشارة لأنه بلغ غاية من البعد عن الخير والانغماس في الشر، عياذا بالله من الشيطان الرجيم. فتكونا من الظالمين، الشيطان حين يأتي الإنسان يدخل عليه من طرق، وذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، كذلك ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، ابن القيم رحمه الله ذكر طرقا نحو من ستة طرق
في دخوله على الإنسان، فإذا شم يأتي فيشم قلبه، فإذا رأى منه جدا ونشاطا وإقبالا على الخير فإنه ربما يبالغ فيه، يبالغ ويقول أنت مقصر، أنت مقصر، لابد أن تزود، لابد أن تزود، فيحمله على التشديد والمبالغة حتى يمل العبادة وينصرف عنها. وربما يأتيه مثلا وهو يريد بابا من أبواب الخير فيقول هذا الباب من أبواب الخير فيه باب خير منه، لماذا لا تسلكه؟ باب من أبواب الخير أسلكه. فيأتيه مثلا وهو في باب مثلا نفع الناس وبذل المعروف وإعانة المحتاجين، النفع المتعدي، فيأتيه فيقول لماذا يشم، يأتيه وينظر ما فيه من نشاط ويقول أنت في هذا الباب تذهب من هنا ومن هنا، لماذا مثلا لا تطلب العلم؟ تطلب العلم، العلم أفضل، وأنت تضيع وقتك وتشغل وقتك في هذه الأمور من هنا ومن هنا، طلب العلم أفضل مثلا. يعني المقصود أنها أمثلة أشار ابن القيم رحمه في كلامه له ممكن أن يراجع. فهذا الشخص قد يأتي مثلا ويريد أن يطلب العلم لكن لا تكون نفسه مقبلة وليس فيه إقبال على طلب العلم أصلا، إنما همته في الغالب في بذل المعروف وفي عمل الخير، فيترك ما هو فيه ولا يطلب العلم، فيترك هذا وهذا. وهذا يذكر بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، قال ما معناه لو أن شخصا له همة في باب الخير وبذل المعروف والنفع المتعدي والسعي على الفقراء والمساكين وما أشبه ذلك، فربما يأتي ناصح، يعني هو من هذا قد يأتي ناصح من إخوانه فيقول له لماذا لا تطلب العلم، هذا ناصح ليس كالشيطان لكنه ناصح وصادق، لماذا لا تطلب العلم، فالعلم أفضل، وهذا العمل يمكن أن يقوم بأي إنسان، يمكن أن يقوم به أي إنسان، لكن أنت حين تطلب العلم تنفع نفسك وتنفع غيرك ويكون لك نفع عظيم، تنشر السنة وتنشر القرآن والسنة وتدل الناس على طريق الخير، ونشر العلم في هذا الوقت من الضرورات، فيترك ما هو فيه مثلا من عمل الخير، فتكون نفسه مجبولة على حب بذل المعروف والسعي فيه والنشاط فيه، فإذا انصرف إلى طلب العلم لا يجد تلك الهمة والقوة ولا يجد ذلك النشاط فلا يقبل عليه ويمل وربما لا يستمر ولا يعود إلى طريقه الأول، واضح؟ لا يعود إلى طريقه الأول الذي هو بذل المعروف وبذل الخير. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان لا يكون عونا للشيطان في مثل هذه الأمور، من فتح له في باب فليمضي فيه، من فتح له في باب فليمضي فيه ولا يتركه. ولهذا لما كتب مالك رحمه الله إلى الليث في رسالة كتب له، يعني وكان الليث في مصر، ليث بن سعد الفهمي رحمه الله إمام كبير فقيه عظيم، كان إمام أهل مصر في وقته في ذلك الزمان، توفي سنة 75 و100 بعد 100 رحمه الله، قبل مالك بأربع سنوات، مالك توفي سنة 79 و100. فقال له كتب له رسالة ما معناها، هيا إلى
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدعوه إلى أن يأتي وينشر علمه هنا. فكتب له الليث رسالة ما معناها: إن الله قد فتح علي أبوابا من الخير أشكر الله عليها، يعني في معنى كلامه رحمه الله: وقد فتح عليك أبوابا من الخير، ولا ندري أينا عند الله خير. كان الليث رحمه الله يرى أنه في بلاده، في بلاد مصر، نفع الله به نفع عظيم، كان له مكانة عظيمة، كان له رحمه الله ثلاثة مجالس في يومه: مجلس مع السلطان، ومجلس مع العلماء، ومجلس مع العامة. رحمه الله مجلس مع العامة، كان رجل عامة، رجل عامة، فكان ينشر العلم ويدرس العلم رحمه الله. وروايته في الحديث كثيرة رحمه الله. وكان رحمه الله إذا سافر اصطحب معه ثلاث سفن، إذا ركب البحر ثلاث سفن: سفينة له ولأهله ولمن معه ممن يعني يكونون من جلساء الخاصين، وسفينة لتلاميذه، وسفينة لمطبخه ومن يعدون ويهيئون الطعام والشراب رحمه الله. فكانت هذه السفن تصحبه، كان يصحبه الجمع العظيم، وكان ذا مال عظيم، وربما لم تجب عليه الزكاة، لم يجب عليه ولا درهم رحمه الله. مثل ابن المبارك رحمه الله، ابن المبارك رحمه الله أيضا هو على هذه الطريقة. المبارك في مرو، عبد الله المبارك المروزي رحمه الله، وهو في نفس عصره، توفي سنة 81 و100، عبد الله المبارك المروزي رحمه الله، كان أيضا إذا ذهب أو خرج في رحلة تكفل رحمه الله بمؤونة أصحابه رحمه الله، في قصص له معروفة. في المقصود أن الذي جرى إلى هذا الكلام أن من فتح له في أمر من الأمور فليسر عليه وليبشر بالخير، والشيء المرجوح قد يكون راجحا، والمفضول قد يكون فاضلا بحسب حال الشخص. الأفضل أفضل مطلقا من حيث الإطلاق، لكن من حيث الخصوص قد يكون في حق شخص هذا الشيء أفضل. فقال سبحانه وتعالى: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ثم قال سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشيطان، فأزلهما فيها قراءتان: فأزلهما وفأزالهما، وفي الحقيقة أزلهما ثم أزالهما، فالقراءتان تفسر إحداهما الأخرى. أزل من الزلة وهي الخطيئة والذنب، أزالهما أي أخرجهما من مكانهما من الجنة بسبب الخطيئة، يعني كانت الزلة سببا للإزالة. فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها عنها، فأزلهما الشيطان عنها. ويقال فأخرجهما، فقوله أزلهما عنها يعني ليس المعنى أنه أزلهما وأزالهما من مكان في الجنة إلى مكان ثاني، لا، ولهذا قال فأخرجهما حتى أخرج من الجنة، أخرج من الجنة.
فأخرجهما مما من ما، هذه مدغمة أصلها من حرف جر، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر، مما مما كان فيه، كان فيه ما هو الذي كان فيه؟ هو قوله سبحانه وتعالى فكلا وكلا منها رغدا حيث شئتم، هذا الذي كان فيه، مما كان فيه يعني المتقدم في قوله سبحانه وتعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما. الرغد الهني الواسع كان فيه، فأخرجهما كان فيه، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا اهبطوا، هذا هبوط، وسيأتي أيضا قلنا اهبطوا منها جميعا هبوطان، واختلف هل هذا الهبوط هو نفس الهبوط الثاني، ويكون الهبوط الثاني تأكيد للهبوط الأول، كما تقول مثلا لمن يأتي فتقول ادخل 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 الثاني التأكيد، قيل الهبوط الأول وقيل القول الثاني الهبوط الأول هبوط إلى السماء الدنيا من الجنة إلى السماء الدنيا، لأن في السماء لأنها فوق السماوات السبع، فلهذا قيل الهبوط الأول هبوط إلى السماء الدنيا، والهبوط الثاني هبوط إلى الأرض، وقيل وهو الأصح إنه ذكر الهبوط أولا ثم ثانيا لاختلاف متعلق الهبوط، لاختلاف متعلق الهبوط، لأنه قال هنا لما قال سبحانه وتعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ومتاع إلى حين. في الثاني قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الهبوط الثاني متعلق بالهدى الذي أنزله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لكن ذكر قبل ذلك التحذير من عداوة الشيطان، وأنه وكأن هذا والله أعلم ذكر الهبوط الأول اهبطوا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو حتى نتخذ الشيطان عدوا، ولهذا قال فاتخذوه عدوا، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعلهما خليفة في الأرض، إني جاعل الأرض خليفة وسوف يرسل الرسل وينزل الكتب سبحانه وتعالى، فاحذروا من هذا العدو الذي يصدكم عن هذا الهدى والبيان. فكأن الهبوط الأول المتعلق بذكر العداوة تحذير من الاغترار به وأن يصرفه عما أنزل سبحانه وتعالى من الرسل ومن الكتب، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الشيطان عدو للإنسان بعداوة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وأمنا حواء، فيجب أن نحذر من الشيطان الرجيم، لأنه كما قال سبحانه يدعو حزبه حتى يكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يريد أن يكثر حزبه،
لكن كما قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأرسل الرسل وأعذر وأنذر سبحانه وتعالى بالرسالات والكتب، فلا حجة لأحد. وبين سبحانه وتعالى أن الشيطان عدو، بعضكم لبعض عدو. وتقدم أن العدو هنا من العداوة، وكونه يكون في جانب وأنت في جانب، مثل عدوة الوادي أي جانباه، يعني لا تسر في عدوته، لا تسر في طريقه، ولا تلتقي معه، كن أنت على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، داعيا الله سبحانه وتعالى، إن ربي على صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قيم مستقيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، وأعظم البصيرة هو الحذر من عدو الله الشيطان الرجيم. بعضكم لبعض عدو، ثم قال سبحانه وتعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ليس استقرارا دائم، لا، مرور عارض وآجال محدودة وآثار موطوءة وأنفاس معدودة، ثم بعد ذلك الموت، ثم البعث والنشور في آخر الدنيا. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يشمل المستقر المتاع إلى حين، يشمل يدخل فيه كل حين لإنسان، إذا مات قامت قيامته وانتهى استقراره، وهناك انتهاء الاستقرار لجميع الناس، وذلك بقيام الساعة حين تقوم الساعة على الناس كلهم، فيأذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع يا حين. الدنيا متاع، فيتمتع فيها بما أحل الله سبحانه وتعالى على ما شرع سبحانه وتعالى حتى يلقى ربه. قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قال سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم عليه الصلاة والسلام بعدما حصل ما حصل من الذنب، اجتباه ربه وهداه سبحانه وتعالى وتاب عليه، فلم يتم للشيطان كيده، وخسئ الشيطان الرجيم، ولم يحصل له مراده. ولهذا قال فتلقى آدم ربه كلمة، تداركه ربه سبحانه وتعالى، ثم اجتباه ربه سبحانه وتعالى وهداه وأكرمه بالتوبة. ولهذا قال فتلقى، التلقي الأخذ عن فهم وفطنة، عن فهم وفطنة، مثل ولهذا نقول فلان تلقى العلم، تقول فلان تلقى. التلقي هو الإقبال على الشيء، يقبل عليه إقبالا تاما، وجاء في الحديث ولا تلقوا الركبان، يتلقاهم، يسرع إليهم، يبادر حتى يشتري منهم. فالتلقي الإقبال على الشيء، ولهذا قال فتلقى آدم من ربه كلمات، مثل ما تقدم
أنه يكون عن فهم وفطنة، فقبلها عليه الصلاة والسلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهذه الكلمات قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال في سورة العرب، قال رب، هذه الكلمات، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وتاب الله عليه. ذكر العلماء كالقرطبي وذكر كذلك علام سعدي رحمه الله أن التوبة توبتان، بقول فتاب عليه، فتاب عليه، فالله سبحانه وتعالى تاب عليه، وهذه التوبة توبتان، أعظمهما التوفيق للتوبة، هذا أعظم ما يكون، التوفيق للتوبة ثم التوبة من الذنب، هذا أعظم ما يكون، حين يوفق العبد للتوبة والإقبال على الله فيتوب، فيتوب الله عليه. قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه سبحانه وتعالى، إنه هو التواب الرحيم. والعبد حين يقع في الذنب ويتوب توبة صادقة يكون بعد التوبة خيرا منه قبلها، لأنها عمل عظيم وعمل صالح، لكن هو يجتهد في ألا يقع، لكن إذا وقع يبادر ويسرع إلى الإقلاع. وفي هذه الحال هي الحال التي يحتج فيها بالمعائب، يحتج بالقدر، القدر يحتج به على المصائب. إنسان إذا أصيب بمصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله، لأن لا حيلة لك فيه. إذا نزل عليه مصيبة من موت قريب مثلا، أو مرض، أو شدة، بأساء، ضراء، يحتج بالقدر، يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، ويجتهد، يجتهد في أن يزيل هذه الشدة، يسعى، لكن هذا أمر لا حيلة له فيه، نزل. المعائب لا يحتج فيها بالقدر ابتداء، الإنسان حين يقع في الذنب ما يجوز يقول أنا وقعت في الذنب قدر الله عليه، لا، هذه حجة، الحجة إبليسية. لكن متى يحتج؟ حين يتوب توبة صادقة. إذا تاب ما يحتج وهو مستمر على الذنوب، إنما إذا تاب وندم في هذه الحالة، كما قال أبونا آدم عليه الصلاة والسلام لما قال له موسى عليه الصلاة والسلام أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى. فهذا احتجاج بعد الندم والتوبة، بعد الندم والتوبة يحتج في باب المآئب بهذا الشرط. قال سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات، وهي ما تقدم قوله سبحانه وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إنه هو التواب الرحيم، اتوبوا على عباده سبحانه وتعالى. ثم يزيدهم رحمة منه، وأعظم الرحمة حين يوفقه للخيرات، حين يمن عليه بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والإقبال على الطاعة والذكر والحذر من الشيطان الرجيم ومن كيده ومن تسويله. ومن أعظم ما يدعو به العبد هذه الدعوات ظلم النفس، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ولهذا قال فتكونا من الظالمين، فتكونا
من الظالمين. وقال ربنا ظلنا أنفسنا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق ومن حديث عبد الله بن عمرو وعمرو العاص أحدهما أيضا كلاهما في الصحيحين أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي في لفظ لمسلم وفي بيتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الذي يسأل من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. والمسؤول من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسألة ما هي؟ يقول ماذا أقول في علمني دعاء ندعو به في صلاتي وفي بيتي. الرسول ماذا قال له؟ يقول لأبي بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما أكدها بالمصدر، هذا ينفي أي وجه من وجوه التجوز، ظلما كثيرا جاء عند مسلم كبيرا، هو لا تجمع بينهما لا تقول كثيرا كبيرا لأنه أحدهما على خلاف النووي رحمه الله جماعة، لأن الحديث روي بهذا وبهذا، ظلما كثيرا. ثم قال وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك تخصني بها وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بإسناد صحيح عن سعد بن وقاص دعوة أخي ذا النون ما هي؟ ما دعا داع بها في شدة إلا فرج عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كنت من الظالمين في عداد الظالمين المقصرين. هذا هو حال المسلم مهما بلغ، لا يعتد بعبادته لا يعتد بعمله، أنا الظالم أنا المخطئ أنا المقصر أنا المعثر أنا وأنا، يعود على نفسه بالذنب، يعود على نفسه بالذنب، يشغل بنفسه عن الناس، يشغل بعيب نفسه عن عيوب الناس، في هذا يرجى له الخير. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.